انت قيمك لبيتسي ما بعد كاس العالم مع الاخضر. والله شوف، طبعا انا خلني برجع بس نقطه اللعيبه الاجانب. اللعيبه الاجانب انها مهمه بالنسبه. طب جاوبني على سؤالي وارجع وارجع لا لا لا، لانها مرتبطه ببيتسي. حلو، قول. مرتبطه ببيتسي، انت اليوم تتكلم عن بيتسي عشان تقيمه. بيتسي في كاس العالم طبعا مباراه الافتتاحيه كانت، انا من وجهه نظري كانت استثناء، لان كانت ضغوط اكبر من اللعيبه. تخيل انك انت تقريبا يمكن غالبيه الكره الارضيه كانوا يتابعون المباراه، يعني اكثر من مليار تقريبا، ومنتخب مستضيف في البطوله وجمهور وافتتاح، كانت فوق طاقه اللاعبين. انا كانت ارى انها يعني لم تهيئ تهيئه الاداريه صحيحه اللي ممكن اللعيبه يلعبون فيها. الدليل ان المنتخب في مباراه ثانيه امام الاورجواي قدم مستوى مشابه ويعني مغاير تماما. كانوا فعلا يعني ممتع منتخبنا، ويعني وكانوا يعني خسر بصعوبه امام منتخب الاورجواي. امام منتخب مصر فاز وقدم مستوى مميز، اصبح حديث الناس ان عندنا الامكانيه، ولكن احيانا التهيئه النفسيه او التعداد او تعداد اللاعبين لمثل هذه المباريات ربما يكون تاثيره خارج قدره اللاعب. يمكن يكون المحيط اللي حول اللاعب هو اللي اوجد هذا الضغوط وخلى اللاعب ما يطلع. لما جو الثمان لعيبه الاجانب، انت تتكلم على دوري من 16 فريق. تعرف كم عدد اللعيبه الاجانب في الدوري السعودي؟ 128 لاعب، 128 لاعب مقابل 64 لاعب سعودي. فبالتالي انت بتزي محدد بال 64 لاعب. اترك الاحتياط، الاحتياط ربما يكون يعني تضطر انك انت تروح تاخذ منهم، تاخذ منهم زي ما اخذت زي ما اخذت الصياري. اليوم اول مره في تاريخ المنتخب السعودي يدخل معترك، بس الصياري اساسي، معترك اسيوي هام. لا انا اتكلم، انت لما تتكلم على لاعب مهاجم، تتكلم على لاعب في الهلال، لاعب في النصر، لاعب في الاتحاد، لاعب في الاهلي، يعني الانديه اللي تنافس تحقق بطولات. اليوم كل هذه الانديه ما عندها مهاجم، ما في مهاجمين اليوم. وقالها بيتزي، قالها في بدايه البطوله، ونقطه كانت مهمه جدا وحساسه، قال كيف الانديه تدفع هذه المبالغ الكبيره عشان تجيبوا مهاجمين؟ تبغوني انا اطلع لكم مهاجم؟ يعني غالبيه الانديه السعوديه دفعت مبالغ كبيره. وفلسفته نجحت؟ اللي هي اللي انه يلعب بدون مهاجم صريح. هذه تنفع مع كوريا الشماليه، مع لبنان. لكن لما تدخل معترك مستوى فني، خلينا نتكلم بامور فنيه اكثر، اذا بتدخل معترك فني اقوى تجد انك انت تحتاج الى اللاعب راس الحربه، لان اللعيبه هذول سالم، هتان، فهد المولد يقومون بدور راس الحربه التطوعي. انا يا فهد اروح جوا راس الحربه اعطي فرصه لهتان وسالم، احيانا هتان هو يروح جوا ويعطي فرصه لسالم. لكن لما تلعب امام منتخبات عنده خط دفاع قوي وكل لاعب، يعني ما تقدر تعطي انت كلاعب طاقه فوق طاقتك انك تعدي خانتين عشان تغطي هذا النقص. اليوم اللعيبه هذول اللي قاعدين يادون صحيح مستويات متميزه وقاعد نشوف روح عاليه، ولكن اللي شاهدناه منتخبين ضعاف ما يمكن نقيس عليهم، اللي هم كوريا الشماليه ولبنان. بكره مباراه باختبار لنا حقيقي، بكره منتخب القطري منتخب مشابه لطريقتنا. اللعيبه الموجودين قريبين لنفس المهارات اللي موجوده، رغم انهم يعني الغالبيه لعيبه اجانب، ولكنهم عندهم القدرة الفنية. فبالتالي لما يعني هذا يعني أيضا اختبار على الصعيد الدفاعي، لأن على الصعيد الدفاعي. فبالتالي أنت اليوم لما تلعب مباراة قوية مثل هذه تبدأ تتضح عندك موضوع رأس الحربة وأهميته. يمكن تلاعبين أجانب، اللاعبين حقنا متعودين على اللعب، استفدنا من الثمانية أجانب اللي هي لعب ضد أجانب. يعني انت المنتخب القطري اغلب لاعبين اجانب، أي. فاللاعب السعودي الان متعود على اللعب قدام الاجانب في دوريه، يمكن هذه يمكن تكون ميزه. لكن انا اتكلم على مستوى فني، انك اليوم تكتيك، انا كمدرب او كلاعب جوا الملعب انا عادي. معلش على المقاطعه، مو عشان الثمانيه، لا دائما صح، كل ما لعبنا معهم احنا ضد كل ما لعبنا معهم ضد شيء بشيء يذكر. لكن انا اتكلم على امور فنيه، انا اتكلم على تكتيك داخل الملعب. انا كلاعب في مباريات بعض اللعيبه ممكن يؤدي لك دور يعني راس الحربه، ولكنه مو براس حربه.